أبو علوش أسطورة الأساطير، ملقبوش معجبينه بأي حاجة لأنه ملوش معجبين أصلاً. تاني أفضل مهاجم في العالم لو قتلنا كل المهاجمين، أبو تبرى منه من كتر ما اتشتم بسببه، العقل المدمر لهجمات فريقه. لما ميسي شافه داخل برشلونة قال يا دوب أتكل أنا على الله. الهداف التاريخي لكرة القدم بألف هدف، 950 منهم لسه ما سجلهمش. انت بقى تعرف ايه عن الظاهرة مارتن برايس وايت؟ لو ما تعرفش حاجة فحقك الصراحة، هي دي ناس يتعرف عنها حاجة، بس ما يجراش حاجة برضو. تعال اما احكي لك الحكاية. اسمه مارتن كريستنسن برايس وايت، وده مش ابوه، ده ابوه. اتولد في يونيو 91، ابوه كيت برايس وايت وامه هايدي برايس وايت، وليه اخت وحيدة هي ماتيلدا برايس وايت. اسرته كانت متوسطة الحال، وابوه كان محب للعب الكاراتيه، لكن برايس وايت حب الكورة لان المشرحة ناقصة قتلة. وهو عنده 5 سنين جاله مرض خطير اسمه ليج كالفي بيرت سيندرومي، وده معناه ان عظم رجله نما بشكل غلط فافقدته القدرة على المشي. الدكاترة نصحوه انه ما يتحركش من مكانه ويقعد على كرسي متحرك، لان اي ضغط على رجله ممكن يخليه ما يقدرش يمشي تاني. وبرايس وايت فضل في المعاناة دي لمدة 2 سنين كاملين، امه فيهم كانت بطلة حياته، لحد ما الدكاترة قالوا له تقدر ترجع تلعب كورة تاني، ودي وصفها باسعد لحظة في حياته. بعد المحنة دي والده قرر يساعده يحقق حلمه يبقى لاعب كورة، وخدوا ملعب محلي هناك ويدربه بنفسه. كان دايما بيقول له قلد الظاهرة رونالدو، ويا رب رونالدو ما يكونش عنده علم بالكلام ده. بدأ برايس وايت يطارد حلمه ويصنع كوابيسنا، وانضم لأكاديمية SGI وفضل فيها فترة، وبعدها انتقل لإسبيرك وانتقل لميتلاند من 2007 ل 2009، واللي قرر بعدها يرجع لإسبيرج علشان يفضل جنب عيلته. فضل مع الفريق الأول لإسبيرج من 2009 ل 2013، لعب خلال الفترة دي 89 مباراة وسجل 17 هدف. الكلام هنا عجب تولوز في فرنسا، وقرروا يتعاقدوا مع اللاعب برغيفين وحتة جبنة. من 2013 ل 2017 برايس وايت لعب مع تولوز 136 مباراة وسجل 35 هدف، يعني حوالي 3% هدف في المباراة الواحدة، وصنع 13 هدف لسبب لا يعلمه إلا الله. الكلام ده عجب حد في ميدلسبارا اللي كان بيلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ودفعوا 11 مليون يورو لضمه، وده طبعا سبب يعرفنا هم ليه كانوا في الدرجة الأولى. المهم برايس وايت راح هناك ولعب في موسمين 36 مباراة، سجل 8 أهداف وصنع 5، وفي نص الموسمين دول راح إعارة البوردو في فرنسا ولعب 14 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 3. ميدلسبارا قال له بقولك إيه، اتكل على الله شوف لك فريق تاني، ملناش عيش سوا، امشي لعن أبوك. فراح لجانس إعارة في 2019، لعب معاهم 19 مباراة، سجل 4 أهداف وصنع 7، مسكوا فيه، ما هو مستوى طفرة بالنسبة لهم، وتعاقدوا معاه بشكل نهائي بخمسة مليون يورو. بعد ما شربوه الكروديات لعب الموسم اللي وراه ولعب 24 مباراة، سجل 6 أهداف وصنع هدف. علشان تحصل حاجة ملهاش تفسير منطقي ولا عقلاني، برشلونة قرر يتعاقد مع برايس وايت ويدفع الشرط الجزائي في عقده 18 مليون يورو، وهو قيمته السوقية أصلا 8 مليون بس، علشان تتم صفقة أقل لما يقال عنها يعني عهر كروي. ميسي لما لقى برايس وايت داخل عليه قال له روح عامل لي شاي، فكروا عامل البوفيه، اه والله ما هو دي مش مهارات لاعب كورة. ولما عرف ان مهاجم الفريق الجديد ليونيل اطمن على برشلونة، قال بس الحمد لله الفريق وصل القاع ومفيش حتة هيقع منها بعد كده خلاص. برايس وايت اخرج اخر ما تبقى من الظاهرة رونالدو وسجل هدف في 11 مباراة، وساعتها ميسي حس بالخطر على نفسه لان كده هيكون فاضل له 669 هدف ويبقى الهداف التاريخي لبرشلونة. في الموسم الثاني بقى واللي لقب بموسم الانفجار، سجل هدفين في 29 مباراة علشان يعلن عن نفسه كمنافس قوي للظاهرة مروان محسن. وفي الموسم الثالث لعب 4 مباريات بس سجل هدفين، تشافي قال له أبوس إيدك اتكل على الله، حب يهدد برشلونة إنه هيروح للغريم بتاعهم إسبانيول، لكنه لقى الجماهير باللعيبة بالإدارة بتحتفل، كان فاكر نفسه إبراهيموفيتش برحمانته. بس في حاجة بقى عايز أقولها لك بعد المسيرة الكروية الزفرة دي،
برايس وايت واحد من أغنى الرياضيين في العالم، لأنه قرر يستثمر فلوسه في مجال العقارات في أمريكا في شركة بيشرف عليها جده اللي عنده 33 سنة خبرة في المجال العقاري. ده غير أن عنده ماركت ملابس في فرنسا بتديرها زوجته ومطعم في إسبانيا. مجلة فوربس قالت أن ثروته وصلت ل 250 مليون يورو، يعني محدش عارف الصراحة واحد متجوز دي ولعب في برشلونة ومعاه الثروة دي، إحنا اللي بنتريق عليه ولا هو اللي بيتريق علينا؟ وبس يا سيدي، هي دي حكاية برايس وايت.